تفضل استاذ بايدك الطيبه الكريمه. اي ابا لو ظلها اداره لك استاذ تمشي مثل شوف شوف مثل الفاسد مذنب، لكن المجرم هو انت اللي تساعد على هذا الفساد. فهمتني؟ السلام عليكم. اليوم حديثنا او حلقتنا ويا غايب عن الفساد، عن تفشي الفساد في الدوائر الحكوميه. من السبب؟ الموظف المرتشي او الفاسد او اللي دفعه للفساد. ماكو حجه انه فقر او مدري شلون، انت عندك راتب وعندك ايمان وعندك مبدا وعندك قضيه. خلينا نشوف غايب وجماعته شنو محضرين عن الفساد. طبعا اخوان انا جمعتكم على مود وين الدنيا، لان هذا الكرسي ما يدوم لحد. فانا اجى كتابي بين انعفي من الاداره. اللي ارجو منكم الزعلان علي اللي عنده فده حكايه، انت ما حد ينزعل عليه، انت انسان صافي. اشكرك والله العظيم، اشكرك وانا اشكركم جدا، اشكركم. فاريد اقول لكم بان الانسان ما معصوم من الغلط، الانسان مثل الحيوان، اي ما معصوم من الغلط. فارجو المعذره منكم، حرامات راح تخسرك وراح اصبر الاداره وراح يجي مكاني المدير كريم. الله اكبر، الله اكبر. ونعم المدير، ونعم المدير. السلام استاذ، مع الاسف خوش رحبونا بالاستاذ. فرويلك يا ابو فرويلك، بس اجل احسن ما ادمر خطك. يعني احنا حتى استاذ في اللقاء كل ما نروح استاذ تسمح لي العب وتسمح لي. مو قلت لك هسه وقت عمل، انا جيت العمل. احنا نخلق الكرسي مو الكرسي يخلقنا. احنا نخلق الكرسي. هذا المدير جدا نزيل. بس هاي القصيده لك بالمناسبه. قولها حبيبي. بدا غايب بدا سوينا. انت وماذا يستر القلم؟ انت العظيم وهو ماذا يستر القلم. شكرا، شكرا جزيلا، شكرا. مكافأتكم راح تجي ان شاء الله على شهر الجاي. نزيه قلت لك، هذا نزيه نزيه يا نزيه حمي، يا نزيه. اي بس هذا ما يصير، ترى الوضع تغير عندنا احنا. اشكرك حبيبي. صباح الخير. صباح الخير. ما لا بعدين اقابلك بعدين. صباح النور، اهلا وسهلا. شلونك استاذ؟ هلا وغايب. شلون صحتك؟ الله يديمك. احوالك؟ هلا وشنو؟ يبوسون ايدك جهالي. ادري شنو روضه، احنا مو منعنا دخول الاطفال استحاضهم للدوام. شنو اسود تعال ميسرون على العمل. وهذا يسوي عندي جاري قلق يسوي عندي. قلق نفسي يسوي عندك؟ اي يلا احكي. استاذ كريم العفو تفضل. شنو هاي وصولات؟ اي وصولات. مال شنو؟ مال سابق؟ لا وصولات مال لاحق؟ اي مال لاحق. انت تعرف هاي مشتريات ما مشتريات؟ مشتريات متاكد؟ لا احنا ما اشترينا. بس شنو؟ يعني نقدر الفلوس ليش تروح الخزينه؟ ارجوك غايب. استاذ اسمح لي انت راتبك على قد حالك، يعني يراد لك سياره، يراد لك بيت، انت الكرسي ما دايم، ترى ما دايم لحد. نعم احنا جينا نخدم. اي اخدم اخدم اخدم. انا الى 20% لك 80% ايش بك انت؟ وما حد يدري. وجاعت هاي البنيه. هاي الجهاله لك ذول؟ اي والله الي. هاي الخاطر سنويه باسمي. بس انت بعد لا تسوي. لا صدق كذب يا محمود. انت هسه انا لي 20% لو 30، ها 20 لو 30 25. تسلم. 25 تسلم. الله لا يحرمني منك. اهلا وسهلا. يلا جهال كيو. يلا اخواني وخاصه ابو غايب، انا كلش يعني آسف لأن راح
أخبركم هذا الخبر. شنو شنو؟ إنه تم إعفائي من منصب المدير. لا والله ما تستاهل والله. وأنا يعني أرجو أنه أي واحد شايل علي أنا مسوي له فالشغلة مو زينة خلي بريني. أنت در أنت 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 صفاء أنت أنت صفاء إني أنت 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 أبو غايب وأناكم إنك أبو غايب. أشكرك أشكرك. بس اللي أحلى إنه واحد من عندكم هو راح يصير مدير المقاول. منو منو منو؟ الاخ كريم الاستاذ كريم. ونعمل اختيار ونعمل اختيار والله ونعمل. وانا بعد اعتذر. مع السلامه مع السلامه. الله يا استاذ انت 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 رايح انت علم شغل. انت شنو انت شغل. انت والله العظيم ماكو مثلك. احنا تمنينا في يوم من الايام تكون انت. أيوة. والله العظيم دائما ادعي ادعي بالصلاه اقول يا رب لسان حالي يا رب يكون كريم يا رب يكون كريم. ولكن خلصت؟ نعم كافي لوادي. بما اني انا صرت مدير اريد دوام التزام جايز ماكو اللي يمشي عدل وياي اكتب له مكافأة كل اسبوع. كلهم قالوا ممكن صابيعك سوى. بس لحظة لا تكمل المشكلة. ما اريد لوادي افتهمك ولا؟ نعم استاذ تسمع. ما رخصتك؟ اسمح لي استاذ. ما رخصت لا بس القصيده بس صغيرونه صغيرونه. انت ايش بيه؟ انت وماذا يسكر القلم؟ الله والله العظيم انت انت شنو انت؟ انت وماذا يسكر القلم؟ وانت العظيم والكرم مشكور. كلهم كلهم على هاي روح ورا بعد وراكم ان شاء الله. هسه شلون سالفه يوميه يجي لنا واحد وانت وانت ونتعب ونجيبه للدرب ويطلع يوم ثاني ولازم يجي لنا ثاني ونقول وانت وانت شلع قلبنا والله. يلا قدر ويرين. حبيتك. صباح الخير. صباح النور. شلونك استاذ؟ اهلا وسهلا. شلون صحتك استاذ؟ الحمد لله تفضل. الله يخليك انا جيت اصبح عليك واهنيك بهذا المكتب الجميل الرائع. مشكور. انت رائع مشكور. انت جميل انت مزهر انت انت اقول لك جبت لك هاي البريد. اي والله. شو هذا البريد؟ هذا ابي المقلوب البريد هاي وصولات. انا مو قلت ماكو توقيع؟ ليش؟ وهذول الجهال شنو جايبهم وياك؟ هذول الجهال شو انا اوديهم؟ اي هي ليش دائره لو حضانه؟ لا دائره لو حضانه. كم مره بلغتك قلت لك اطفال ما يريدوا وياك؟ وين اوديهم؟ مشكلتك. خذ بريدك واطلع برا. استاذ اسمح لي اسمح لي. أي. الاولاد والاطفال فلذات اكبادنا. وشوف شوف استاذ العزيز افتح افتح. الفلوس ليش تروح للميزانية؟ أي. احنا نهاية السنة. أي. انت ما عندك سيارة. أي. انت ما عندك بيت. أي. حصن نفسك حصن نفسك. انت ما شايف من انت تنام تسمع حصن نفسك حصن نفسك. رايد حكي زايد ماريد وتوقيع ماكو. حبيبي الله شوف اخذ اطفالك وطلع برا. 20% بس الي لك 80% والله العظيم خليهم لك. اقول لك اسمح لي اسمح لي الفلوس ليش تروح؟ حصن نفسك حصن نفسك. وايد اقول لك حصن نفسك. لا تلح علي ولا تاخذ من وقتي. اخذ بريدك وخذ اطفالك وطلع برا. الله عليك حصن نفسك. 20% حصن نفسك حصن. هاي اول مره واخر مره. اي طبعا طبعا فهمت. انت لازم تحصن نفسك حصن نفسك حصن. كافي لزقيت حصن نفسك. شنو قلم؟ اعطيني قلمك. ما عندي قلم. هذا منو ذنب القلم؟ شوف حتى القلم ينزل مدرارا مدرارا. وقف استاذ استاذ هذا الوصل الثاني بعد الثاني الثاني ايه الثاني. اقول لك استاذ 20% لو 25% 25% وقعت لك وتوكل على الله. اقول لك استاذ كل ما تتذكر حصن نفسك حصن شنو؟ نفسك حصن نفسك حصن مسك يلا يمشي حصن نفسك. شلون داخل هذه؟ بما انه انا كنت مديركم ومسؤول عنكم
وما قصرت وياكم. فاليوم جايب لكم خبر ما اعرف فرحون ما تفرحون ما اعرف. شنو هو؟ الخبر اني راح اوف لكم الدائرة. لا لا والله العظيم ما تستاهل استاذ، والله كنت تمشيها احسن. انت كنت تمشي الدائرة كالساعة. وخصوصا انت غايب ما قصرت وياك بالمكافآت. الله يخليك الله يخليك. اجا مكاني شخص. منو استاذ؟ منو؟ غايب. غايب. ها غايب يستاهل غايب. من عندنا وبينا غايب. مبروك غايب. من عندنا وبينا والله عمي. هسه راح انت اسكت اسكت. انت الخسارة. اسكت اسكت اسكت. لا تسكت معي. انت اسكت اقول لك امويلا. اقول لك رجلك يشيل. اسكت امويلا شوفوا. اريد التزام. اريد دوام. ايه تعال الوصولات الوصولات. اي وصولات ما وقع ميلات نهاية. حصن نفسك. صيحوا. حصن نفسك. 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 هسه انا لابس هذا المناظر حيمتي انا لو مدير. السلام عليكم. ها غايب شلونك؟ صحتك. هذا الكرسي ما لاقي الواحد ما لاقي. شوف شوف فصل هذا اقول لك فصل انت. بعد انت تدري الوضعية لان انت السابقون واحنا اللاحقون. بيدك الطيبة الكريمة. نبي اليوم ضحك شلون؟ هاي أميلاتنا. زين شلون؟ أميلاتنا. فرويلك. أمر الله. شوف. حصن نفسك، حصن نفسك، حصن نفسك، حصن نفسك، حصن نفسك. حصن نفسك أنا شعلي خذر ويريد يصير. حصن نفسك حصن نفسك.